اتعلمي تعملي كريم تفتيح وتوحيد لون البشرة قبل العيد، غني بمضادات الأكسدة وبيقضي على الهالات السوداء والتجاعيد. هناخد كوباية مية على النار ونضيف لها معلقة كبيرة من زهور الكركديه ونسيبه لحد ما يغلي. بعد كده هنصفيه ونضيف له معلقة نشا الذرة ونقلبهم على البارد الأول. بعد كده هنرفعهم على حمام مائي ونستمر في التقليب لحد ما يتكون ملمس كريمي. هنسيبه يبرد ونحتفظ بيه في عبوة معقمة ونضيفة، صالح لمدة أسبوع داخل التلاجة، وبيستخدم على البشرة لمدة نص ساعة ويتغسل بمية فترة. واستخدمي بعده أي كريم أو زيت مرطب مناسب لبشرتك. وصلوا عنا في التعليقات واذكروا الله.